فضيلة الشيخ تقول: هل صحيح بأن من ينهى ويحذر من البدع له أجر شهيد؟ النهي والتحذير من البدع والمعاصي عمل طيب، وهو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن الدعوة إلى الله عز وجل، وهذا منصب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإنهم يدعون إلى الله ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وكذلك أتباعهم، لكن لا أعلم أنه له أجر الشهيد، وإنما له أجر الدعوة إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نعم.